مرحبا بكم في المدرسة العربية الوطنية مع فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا التعليمية والتي ننشرها لطلابنا أولا وللعالم أجمع. اليوم يا أول عملنا لكم نشاط لمادة اللغة العربية، نشاط كتير حلو رح تحبوه، اللي هو عن الشدة. عملنا لكم كاسات الحروف المشددة. هاي الكاسات اللي قدامكم على الطاولة، عليها بالصف الأول هيها حروف مشددة، عليها حركات سواء كانت بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بتنوين الضم أو بتنوين الكسر. وإحنا حكينا لما بدنا نيجي نحلل الحرف المشدد بنحلله لكم حرف يا أول؟ حرفين. الأول والثاني إذا الأول ساكن والثاني متحرك. شو مطلوب منك؟ مطلوب منك تطابق كاسة الحرف المشدد للحرف اللي إلها، مرة في حالة السكون مرة في حالة أن يكون متحرك. نقرأ الكاسات يا أول اللي عليه الحروف المشددة. ر ش م ب ل زن ون ط سن. وهون يا أول هيها كاسات ش إز إم إس سن ون إل لو هون كمان إل عنا هون أط طي مي رو إب إر ب إش زون إز ش. أشوف وين الحرف اللي ما قرأته. إس سن هيك بكون كلياتهم. وهون كمان وين. هيك قرأت لكم كل الأحرف اللي مكتوبة على الكاسات. قلنا بدنا هلأ متسابقين يشاركوا معنا يختاروا. أنت بتختار الكاس اللي أنت بدك إياها من اللي مكتوب على الحروف المشددة وبدك تطابقها. خلي هاي الكاسة تاكل الحرف الساكن الألا والحرف المتحرك. مين مستعد يشارك يا أول؟ أشوف مين بده يشارك يا أول؟ مش هيك يا زيد؟ نحكي بأدب. يلا يا زيد، يلا ورد، محمد جعافري، يلا يا حمزة. بدنا خمسة، بس خمسة أشوف. تعال حمزة، لا ارجع يا عدي، عدي ارجع شوي. تعال يا أمير أشوف كم واحد صرتوا. خمسة. خمسة؟ أوكي يلا يا بس شوي شوي ارجعوا شوي يا أول لورا. دزولي هيك الطاولة عشان هم تشوفوا. وقفولي هون نشوف المتسابقين، كل واحد يحكي لي اسمه. نتعرف على المتسابقين. المتسابق الأول حمزة. المتسابق الثاني ورد. زين. أمير. محمد. طيب يا محمد وأمير وزيد وورد وحمزة، هاي الكواب أو الكاسات المكتوب عليها الحروف المشددة هي قدامكم يا أول. اختار لك كاسة وابحث عن تحليلها للحرف المشدد بسرعة. يلا لف لف حوالين الطاولة دور عليهم. يلا يا أول اللي بيخلص يروح لعند اللوح. يلا يا أول دور منيح. مو ما تدافش. لف 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 حبيبي. يلا دور إذا لقيته طابقه بسرعة بسرعة. دور دور يا زيد. زيد دور دور يا زيد. دور منيح. دور دور دور. أيوة يلا أطبق 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 بسرعة كلها. يلا وقف لي عندهم. اللي خلص يروح يوقف. يلا نشوف مين المتسابق الصح ومين الغلط. جاهزين؟ جاهزين. يا تعال يا ورد أشوف. طي طي ممتاز. أب. ممتاز. طي زقفوا له حامية أول. برافو برافو زقفوا حامية شكرا. ممتاز ممتاز ممتاز. ارجع مكاننا يا ورد وخدهم. يلا خدهم إلك. لا ارجع مكانك مكانك حبيبي. يلا يا محمد جعافري أشوف. يلا شو الحرف؟ اقرأ لي اياه. لا شده رو هيك كمان على صوتك رو. يلا نشوف.
يلا افتحهم الكاسات، اقرا لي اياه. يلا ايم ايمها عنها. شو هاي؟ ار. طيب والثاني؟ روح. ممتاز، يلا طبقهم على بعض، طبقهم خذهم لك. زقفولي لمحمد جعافري، ممتاز يا محمد. المتسابق الثالث زيد، يلا يا زيد نشوف شو الحرف المشدد اللي معك. لفوا لفوا لفوا. لو لو هيك. ايه عيدوا كمان مره. لو. ممتاز، نشوف شو طبقت معه. لو. اشوف لو لو. فرجيها للحكم اللي هون نشوفه صح ولا غلط، للطلاب. لف. لا شو هاي؟ ال. ممتاز، يلا زقفونا زقفة حاملة للبطل زيد، خذهم يا زيد. تفضلي ميرا نشوف شو الأكواب اللي أخذتيها. يا اقرأي لنا يا فن. ممتازة. أف. رائعة. فن. ممتاز، زقفولة حاملة للبطل ميرا. ممتاز يا ميرا، برافو، جمعيهم. ممتاز، ارجع مرة ثانية. تفضلي تاليا. يلا يا تاليا شوف شو الأكواب اللي جمعتيهم. عن. عن. ممتاز هيك، شدي عليها. عن. عن. ممتازة، أيوة. اع. أشوف. برافو، زقفولي يا أول. ممتاز يا تاليا، يلا جمعيهم. يلا يا جود نشوف جود شو أخذت. يلا شوف شو أخذت. ممتاز. تو. تو. ممتاز. لا مع السكون. ات. مع السكون. ات. ممتاز، يلا نجمعهم مع بعض. زقفوني يا مثل مالك، برافو. تفضلي جود نشوف شو جمعتي. ممتازة. اح. بس لا الفضيها مع الشدة. ممتازة. برافو، ممتازة. زقفونا يا أول، برافو برافو. كاسات اللي معك، يلا شو هاد؟ خ. ممتازة. ممتازة. برافو، زقفولة حامي، برافو يا سيدرا. جمعين مع بعض، يلا نرجع مكاننا. يلا يا مالك، معنا المتسابقة. المتسابقة والمتسابقة تاليا ميرا. متسابق مالك. يلا عندكم الأكواب، خذ كوب الحرف المشدد وحلله بسرعة بسرعة يا أول. يلا 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 يلا، اتأكد أنك شو بتاخذ، مش بتطبق بس الكاسات طبق هيك. يلا يا سيدرا، اللي خلص يروح عند جود يوقف. خلصتي يا تاليا؟ تاليا خلصتي، روحي عمري عند جود. يلا يلا طبقيها، صح صح هيا مظبوط، طبقيها وطبقيها وطبقيها، يلا روحي. يلا تعالي يا ميرا. يلا يا احمد نشوف شو الكاسات اللي اخذتهم. كاسة حرف الش. ممتاز، علي صوتك ش. يلا افتح الكاسات. ممتاز، ايش فتحة؟ ممتاز، زقفولي يا مس حامي، برافو برافو يا احمد. يلا خذهم يا احمد. إلى معنا المتسابق جاد، نشوف يا جاد شو جمعت الكوب اللي عليه الحرف المشدد. سن. سن. ممتاز، صح؟ سن. سن. اس. اس، برافو، جمعهم فوق بعض. زقفولي يا حامي البطل جاد، برافو يا جاد. شكرا يا جاد، برافو. يلا يا عدي نشوف الكاسات اللي اخذتها. يلا اقرا لنا اياهم. زون. ممتاز. زون. ممتاز، مع السكون. از. ممتاز، طبقهم فوق بعض، يلا حطهم جوات بعض. ايوه برافو، زقفونا. تعالي عدي، عدي خليهم يزقفولك اول شيء. زقفونا لعدي، حامي حامي حامي. يلا نرجع يا عدي. معنا هلا متسابقين جدد، نعرف بحالنا. متسابق زين. متسابق عدي. متسابق المتسابق احمد. يلا كل واحد ياخذ له كاسه مكتوب عليها حرف مشدد وابحث عن تحليل هذا الحرف. بسرعه بسرعه بسرعه، يلا لف 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 حوالين الطاوله عادي، دور عليه. يلا انتبه انك اخذت صح، انتبه انك اخذت صح، اتاكد منهم. جاهزي مؤمن؟
يلا روح وقف لهناك نشوف. اتأكد انك شو اخذت. يلا لحتى يجهزوا. نشوف يا مؤمن شو اخذت. اشوف ممتاز مي. يلا نشوف. افتحنا الكاسات. يلا افتح الكاسات. اشوف مي. ممتاز. ام. لا ام مع الشدة. ما. لا مي. مي. ممتاز مي. مي. ممتاز مي. زقفونا للبطل مؤمن. زقفونا للبطل مؤمن. زقفوا حلو أول. برافو. أخذهم يلا يا مؤمن. معنا المتسابق الأخير أمير. يلا يا أمير نشوف الكاسات اللي جمعتهم. يلا شو هذا الحرف يا أمير؟ ب. ممتاز. في حالة السكون شو بنقرأه؟ إب. ب. ب. ممتاز. طبقهم فوق بعض كمان مرة وخذهم إلك. شكرا لأمير. زقف حامل لأمير. برافو يا أمير. برافو. ارجع مكانك يا أمير. اتفضل يا حمزة. شوف شو الكاسات اللي أخذتهم. يلا شو هذا الحرف المشدد؟ وين. وين. ممتاز. أشوف شو أخذت له. أو. ممتاز. والثانية؟ وين. وين. ممتاز. نزقف للبطل حمزة. زقف حامية. برافو يا حمزة. برافو. يلا خذهم فوق بعض. خذهم إلك. يلا نرجع مكاننا.